ايدو بسم الله الرحمن الرحيم. عباس على بركة الله، وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك إن شاء الله، تقبل الله أعمالكم بهذا الشهر، أعمال أبناء البصرة جميعا، أبناء العراق والإسلامية، وتوديعا لهذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، واستقبالا لعيد الفطر المبارك إن شاء الله. نرفع راية العراق إن شاء الله خطابة عالية في سماء البصرة في ساحة الفطر. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.